السلام عليكم حبايب الشباب، معكم شركيات شركة كيف، جايكم فيديو جديد. طبعا الشباب مثل ما شايفين رجعت لكم فيديو ببجي موبايل تاني. هي اول مرة بتاريخ القناة احمل فيديوهين ببجي موبايل باسبوع واحد، او اول مرة بتاريخ القناة احمل فيديوهين ببجي موبايل ورا بعض، بس السبب انه نزلوا مود جديد ببجي موبايل مثل ما شايفين قدامكم حاليا. مود جدا خرافي، عبارة عن الغاز وبوس فايت، فيعني قريب نوعا ما بشغل الزومبي بس على ابسط بكتير. اسم المود بالعربي هو مود السر القديم المميز، وشغل الغاز فراعنه ومومياء وشيء من هالكلام. طبعا المود مؤقت، فيعني اذا ودك تجربه روح لعبه حاليا، لانه كم يوم تقريبا وبيشيلوه وخلاص ما راح يرجع. طبعا المود موجود بجيم الباتل رويال عادي بخريطتين، خريطه ايرانجل وخريطه ميرامار. طبعا تفوت جيم باتل رويال عادي بتلاقي في مكان في اهرامات وكذا او هرم مكسر، بتفوت جواته وبتحل الالغاز، وفي ناس غيرك بدهم يحلوا الالغاز فلازم تقتلهم بعدين تبلش الحل. بس تقتل الاعداء بتروح بتحل اربع الغاز صغيره وبعدين بتروح على البوس فايت. بعد كل لغز وبعد بوس فايت بيعطوك لوت جدا خرافي، وبس تاخذ اللوت هاد كله فينك بعدين تروح وتكمل اللعبة. فيلا خلنا نلعب مع بعض. اوكي شباب، فيلا خلنا نفوت مع بعض. طبعا بشار ليش لابس هالسكن؟ لانه ما عندي غيره، فعليا ما عندي غير هالسكن. استعملته في فيديو سابق كان في ايفنت او شيء معين، في هالسكن الوحيد اللي عندي. طيب كيف نفوت على الجيم مود؟ نجي هون راح نلاقي عنا مابين اللي هما الماب الاول ميرامار والثاني ماب ايرانجل. الاثنين فيهم هالمود، تحط صح على الاثنين وتحط صح على الايفنت فيه. هاي لو تشيل لنا الصح بيروح، حط الصح بيدخلك على الايفنت الخاص فيهم اللي هو تبع الفراعنه. فيلا اي ماب منهم ما تفرق. اوكي ليتس جو، نحاول ان نسوي الالغاز، نحل اللغز اللي هو نسوي البوس فايت، وكمان انه نفوز بالجيم. خلينا نشوف اذا نقدر نسوي كل هالاشياء بجيم واحد ولا لا. في هال شو قاعد يصير؟ يا هلا والله، واو اوكي. هالبوس فايت راح يكون، ما اظن، تخيلوا لو هالبوس فايت لازم ال100 لاعب يدمجوا لحتى يموت. واو طيب بعدين بس كده تورجينا عضلاتك يعني، بس فرجينا عضلاتك. طيب شو تسوي هدول؟ مسك. يمديني ادخل جواهم. شو مين اللي فوق؟ هاد نفسه، صرت مومياء. اوكي خلاص خلص وقت اللعب، بدا وقت اللعب بس اللعب ثاني. اوكي هننزل ببوشينكي. بوشينكي زحمه هتكون، ولا انزل على تحتي على طول؟ على تحتي على طول لانه انا بمكان ما فيه زحمه عشان اخذ راحتي وانا قاعد احل اللغز. فما ادري مين زحمه اكثر، اللي تحتي ولا بوشينكي. بوشينكي صح، نادوها بوشينكي ولا قاعد اناديها؟ طيب يلا اوكي. في شيء تحت على اليسار كمان، شيء شكله فرعوني، بس خلينا ننزل على البيس. اوكي اظن ما في حد نزل معنا، صح؟ يا رب ما يكون في حد عشان ناخذ راحتنا. وتلوت، شيل كل شيء، شيل بي بي 90. ايوه سكار بي بي 90، شوف دي احسن منك. طبعا ادري ممكن بهاللعبه ما هم اقوياء او في اقوى منهم، بس بالنسبه لي هالاسلحه محبوبه بالعاب اخرى. طيب يلا ناخذ البين كيلر او هذا الانرجي درينك، الريد بول باختصار، ونقفز. اوكي وين اللغز؟ اوكي اول لغز هون. اظن انه لازم نحرك الدوائر هدول. انا بالدائره ولا برا الدائره؟ برا الدائره. لازم احركهم على حسب اتجاهات الاقواس تبع الحيوانات فمهم. فهذا لازم نفسه، صح؟ نفسه. وهذا لازم على اليسار كمان مره ولا اظن بس. طيب وهذا لازم لفوق، صح؟ هي لا مين؟ انا اوكي. طيب طلع لنا لوت حلو. ما عاد شاف شباب. اوكي شوف سكني خرافي. طيب اللغز اللي بعده هذا اللغز اللي بعده اظن. طيب شو اكس او بلعب ضد المومياء يعني. طيب بعدين
اظن اظل ضغط لبين ما تضبط معي اظن. هاي ضغطنا عليها، نضغط على هاد. اوكي الحين نضغط على اللي فوق، نضغط على اليسار، نضغط باللي تحت، نضغط اللي بالنص، نضغط يلي فوق على اوكي مشان ما نخربط. فوق على اليمين لا اخيرا اخيرا ما عندي اي فكره شو اللي سويته بس انحلت. حلو حلو اوكي. في وقت، يلا في وقت في وقت في وقت اللي بعدها. سمعت صوت انا قاعد اسويها. اوه اوكي طرنا فوق خلاص، ما في حد راح يزعجني، ما في شيء. طب طب يلا 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 الحين كل اللي علي يسوي اني احل الغاز بسرعه. طيب قطه كلب. اوكي اوكي اظن ترتيب الاماكن بس. قطه اول شيء صح، بعدين وزه، لا غلط. اوكي قطه، بعدين بدنا كلب، هون الكلب هون الكلب، بعدين الافعى اظن هون الافعى، بعدين الوزه. ياب لوت 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 لوت. اوكي خلاص لوت كويس لوت كويس. طيب باقي اخر لغز على ما اظن. شو اخر لغز؟ سؤال which area the most player death. اي مكان في اكبر عدد وفيات في الجيم حاليا؟ اظن بوشينكي صح؟ صح. لوت 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 لوت. اوكي اظن حاليا صار وقت البوس فايت. البوس فايت اظن البوس فايت بالطابق الثاني اذا ما خاب ظني. ايوه هنا لازم ندفع هذول الاثنين. وكم حد يقول لي بشار كيف تعرف؟ شفت فيديو عن اللغز بس ما شفت كيف احل الالغاز اللي تحت، بس شفت اماكنهم. طيب اكتف حاليا البوس فايت. يا هلا والله. هي 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 نعاني. ليش معصبة انت؟ مين عصبك؟ ادري نايمة وفرعونة ومن الكلاء. يا شباب انتم شايفين حاليا المرة الثانية، هالمرة ان شاء الله ما راح نخسر. هالمرة جهزت حالي هيلثي فول انتم شايفين، وعندي بين كيلر وحركات. ف في بين كيلر جوا كمان. حلو حلو حلو. لازم ما استعمل المدكت، المدكت هي اللي خسرتني. اوكي لا 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 لازم ما اخذ الهدف، ما اخذ ولا دمج. اوكي اول ما قلت الهدف ما اخذ ولا دمج راح اموت. بين كيلر بين كيلر. لا 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 وقف هنا. اوه هنا يعبي لي هيلثي على طول. طب والله نايس. بس اشرب البين كيلر، اشرب البين كيلر. حلو 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 حلو. القمي القمي. انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. اوكي انا اسف. يلا يلا يا بشار انت تستطيع. حرك حرك حرك. هلث هلث عبي هلث. لا لا يا افاعي يا كلاب. اقدر اشيل افاعي بقنبله؟ والله واضح اني رميت القنبله على مكان مره ما له خص. لا 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 اوكي بدي ضو، بدي واحده من هذول الضو يعبي هلف.
لا لا هيا افا ياك وما راح تنور ولا واحده منهم. حلو 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 ضوي. ايوه ايوه سريع 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 سريع. نعم خلاص فقدت الامل مني راحت. لا راحت علي. مفروض كان يطلع لي باكج اني فزت. طيب يا شباب فنعتبرها انه فوز خلاص والله ما راح اعيدها. ما كانوا حاطين لي وقت ظلم. مفروض يكتبوا انه في وقت معين. يعني خلاص تسلكولي انتو صح؟ فزت كتبولي بالتعليقات اني فزت ما حد شاف. كان شوية دمج وكذا وانا ما مت يعني. لو مت كان معكم حق قولي اني خسران. ايش فيني جدا جدا مضغوط وقاعد احاول ابرر الزبدة يا عيال. خلاص خلنا نقفز وناخذ وينر وينر تشيكن دينر. اوكي في واحد قاعد يطلق علي بس ما يعرف هو بوت ولا انسان. اوكي بوت بس يعني ماشي. كان راح يذبحني يا شباب شايفينه. اوكي وفي بوت اخر خلنا الايام. لا مو قاعد يطخن. احاول نجيب نايف. معي نايف اصلا ما عندي بس أنا. لا والله قاعد يطخني بس من كثر ما هو بوت مو الايم جدا تعبان. اوكي في بوت ثاني قاعد يطلق علي بس هالبوت عنده شوية ايم. وينه؟ وذبحنا البوت الاخر. البوت اللي بعده فينا نجيبها سكين ولا راح يقتلنا؟ خلينا نشوف. بحاول اجيب سكين. كيف اضرب سكين؟ ما عندي. خلاص يا خوي تعال تعال ماخذ وجه انت الثاني. شو عنده لويتاد؟ كيف في ناس قاعدين يطخوا على بعض. خلنا ننقض عليهم. والله بعيد. اوه والله جبته نايس. هو صح انه بوت ضد بوت بس يعني كانوا بوت ضد بوت ودخلت قتلت بوت منهم. خلينا نروح نذبح البوت الثاني. خلوا يطلع انسان ويذبحني. لا واضح انه بوت. والله يا اخي اللعبة جدا حلوة والتذبيح سهل. لما دخلت مع ريما ستارز ب بالفيديو هداك في فيديو بقناتها لعبت معها. دخلوني مع ناس من مستواها. والله كنت مجرد ما اطلع على واحد بس اطلع عليه يقول السلام يشلخني هيد شوت اموت على طول. هي 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 هي, هي, هي كلب كلب. لا كان معي نايف حرام يا اخي لو ذبحته بنايف. اوكي هذا البوت بنحاول نشيله بنايف بس هيذبحني. هي 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 تعال 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 يا كلب. ايوه تعال تعال تعال. لا لا اي اب اب القم القم بس تعال. ايوه اوكي بنحاول نشيل اخر واحد سكين. يلا 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 يلا. خايف شو اسمه شو يسموها احصائية اللعبة. لا انه ما اعرف شو الكلمة بالضبط بس انه اللعبة خلاص تعرف انه انا صرت لعيب قاعد اذبح ناس سكين ويصير خلاص الايام اللي بعد هاي ما يدخلوني مع بوتات. يا ريت والله ابي العب ضد ناس. هذا اخر بوت. خوارزمية اللعبة. ايوه طلعت خوارزمية اللعبة. شوف انه هي البوت كلب. تعال تعال. لا 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 هي ايوه وينر وينر تشيكن دينر على البوتات بس قتلت نايف. يعني في حركات وحلينا اللغز شبه حلينا اللغز وقتلنا البوس فايت. فاي شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تلعبوا الفيديو بزر لايك. شاركونا بتعليقات رايكم عن الجيم مود الجديد وبس. كان معكم شركيات شكرا كيشكم ديها التاني ان شاء الله. مع السلامه.